السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت مسافر بره ولسه راجع من أسبوع وبدور على واحد صاحبي اسمه هيثم، هو كان شغال هنا في شركة الإنتاج. لا حضرتك دي شركة التقوى للسياحة. غريبة، دي كانت شركة إنتاج. لا شركة الإنتاج قفلت والشقة دي اشتراها الحاج طلعت الملاح وعملها مقرر شركته. الله يرحمه. نعم. لا لا أنا آسف أنا آسف. ترى أنت فين يا هيثم عالمي؟ طبعا انت عارف يا زاد ان شغلنا في الجهاز ما ينفعش فيه الغلط لان الغلطه فيه فوره. تقصد ايه معالي؟ اقصد ان يوصل بيك الامر انك تتخانق في الشارع، تخطف مواطن تطلع بيه على الاسم وتهددهم بسلطتك. واضح ان الموضوع وصل معالي غلط. الموضوع مش اكتر من مشاده بيني وبين واحد اتعرض لي في الشارع. انت اللي اتعرضت لطريقتك نهى. لو منظور كلمني واشتكالي وانا قلت دي امور شخصيه بلاش اتدخل فيها، لكن انك تطلع مسدسك وترهب المواطنين. هو رؤوف لحق يبلغ معاليك؟ بالعكس، أنا ليه حساب مع رؤوف لأنه ما بلغنيش. ولازم تفهم يا حضرة الضابط، شغلان في الجهاز إن كل ضابط فيكم معاه 5-6 بيكتبوا عنه تقارير وخط سيره. ولا نسيت يا حضرة الضابط إنك كنت بتكتب تقارير وخط سير زمايلك؟ معليك أنا كنت بنفذ تعليمات العميد طارق. وأنا بنفذ القانون. أنت بتحاول للتحقيق، خد أي حاجة ليك في المكتب، لأن لو التحقيق جه لصالحك أنا أرفض إن ضابط زيك يكون عندي في الجهاز. اتفضل. بقولك ايه لو سمحت؟ امرني. ممكن حضرتك تلف لي البوكيه ده؟ ذوق حضرتك حلو قوي على فكره. بقولك لو سمحت. امرني يا فندم. ممكن تلف لي البوكيه في الجورنال ده؟ في الجورنال؟ ذوق حضرتك غريب جدا. اصل انا حدي البوكيه لواحده صحفيه فعايز يعني اعمل فكره مختلفه. ده فكره جميله قوي. يعني ذوق حضرتي تمام اهو. ذوق حضرتك تمام جدا كمان. اي خدمه عالمي. اصله وهو صغير كان نفسه يطلع حرامي بس الظروف بقى ما ساعدتهوش.